أهم أخبار الدوريات العربية والعالمية نتابعها في هذه الجولة الرياضية. استعاد إنتر ميلانو نغمة الانتصار مجدداً في الكالتشيو بعد تغلبه على سامبدوريا بثلاثة أهداف لهدف واحد ضمن مباراة المرحلة 26 من الدوري الإيطالي. وبهذا الانتصار ارتقى نيراتزوري إلى المركز الرابع على لائحة الترتيب متأخراً بنقطة واحدة عن فيورنتينا الذي يقبع في المرتبة الثالثة. تستكمل اليوم مباريات دور 16 من كأس إنجلترا لكرة القدم بثلاث مواجهات، أبرزها تلك التي تجمع تشيلسي بضيفه مانشستر سيتي على ملعب ستانفورد بريدج. ويخوض البلوز لقاء الليلة بغياب قائدهم جون تيري بداعي الإصابة، لكنه من المتوقع أن يستعيد خدمات نجمه البرازيلي أوسكار بعد تعافي الأخير من إصابة طفيفة أمام باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء الماضي. وعلى الطرف الآخر يستعد تشيلي مانويل بيليغريني لإشراك عدد من اللاعبين الشبان في مواجهة اليوم، وذلك لتجنب تعرض أي من ركائز الفريق لإصابات قبل ملاقاة داينامو كييف في دوري الأبطال يوم الأربعاء القادم.